للنادي الاهلي سريعا بينضم لي الكابتن اسلام محارب. مبروك يا اسلام كالعاده، اداء مميز، اداء رجولي، يمكن زي ما بنقول عندك اصرار كبير وروح كبيره جدا في الملعب بتبان، بتقول النهارده ايه على الفوز وعلى الاداء. كنا طمعانين ان احنا نكسب اكتر من كده، لكن لسه يمكن ربنا شايل لنا الخير ان شاء الله في المباراه اللي جايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بالكابتن سيد وضيوف الكرام، بقول الحمد لله طبعا على النتيجه النهارده والحمد لله على المكسب، خطوه بتقربنا ان شاء الله للفاينل، ربنا يكرمنا ان شاء الله كده وان شاء الله نحقق نتيجه برده ايجابيه ان شاء الله هناك. مستر باتريس قعد ازاي كابتن يوسف انتوا كمان كلاعيبه، لان المباراه كانت صعبه جدا بالنسبه لنا، لكن كان في تحضير باين مهم جدا من الجهاز الفني ومنكم كلاعيبه. والله احنا كلاعيبه بنقعد مع بعض كتير، والمدير الفني كابتن مستر باتريس بيتكلم معانا كتير، وكابتن محمد يوسف الجهاز كله بيتكلم معانا ان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله دي وناخد البطوله ان شاء الله طبعا. والكابتن محمود الخطيب طبعا بيجي يقعد معانا ويتكلم معانا وبيحفزنا. احنا طبعا الحمد لله ادينا النهارده اداء كويس وقدرنا نكسب 2-0. كنا ان شاء الله يعني النهارده كنا نقدر نزود النتيجه، بس طبعا ما فيش نصيب وكده النهارده نزود النتيجه، ان شاء الله نقدر نعمل نتيجه ان شاء الله طيبه معاهم ان شاء الله هناك. عايز اكلمك على الهدف وعلى الفرحه وعلى العلامه، الناس يمكن متلخبطه شويه، لكن على ما اعتقد العلامه دي هي وحده الفريق يا كابتن اسلام، عايزين نوضح الامر ده. والله هو العلامه بتاعت الحركه بتاعت دي كده، طبعا انا وايمن اشرف كنا متفقين ان احنا نعمل الكابتن محمود الخطيب، عملنا الاحتفال ده وعملنا الاحتفال اللي هو بتاع الترابط بتاع الجمهور، احنا والجمهور ايد واحده وكده، والحمد لله قدرت احرز النهارده هدف، ووليد برضو احرز هدف، كنا كويسين النهارده وعملنا اداء كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. قول للاعيبتنا الرجاله رسالتك ليهم ايه، لسه عندنا المشوار طويل، حابب تقول لكل اللعيبه الرجاله. طبعا بقول بشكر اللعيبه كلها والجمهور اللي جه سندنا النهارده والجمهور اللي ما قدرش يحضر، بقول للعيبه ان شاء الله الخطوه اللي جايه تقربنا للماتش النهائي ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش اللي جاي ونصعد ان شاء الله. حبيبي شكرا، حبيبي شكرا. بنشكر اكيد يا كابتن سيد اسلام محارب، اداء رائع بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله تكون مباراه قادمه بالنسبه لمباراه وفاق الصيف ومباراه العوده باذن الله، نتيجه المباراتين يأهلونا باذن الله للمباراه النهائيه. مستمرين معاك يا كابتن سيد ولقاءات خاصه هنا من استاد السلام عقب الفوز على وفاق الصيف. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ.